بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، سنتعلم اليوم دعاء بسيط جدا وقصير جدا، ولكنه يمحو جميع ذنوبك، وتستطيع أن تقوله كل ليلة لتمحو كل الذنوب التي ارتكبتها في حياتك. طبعا على الرغم من 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 سهولة هذا الدعاء أو هذا الذكر النبوي الكريم، إلا أن معظم الناس غافلون عنه للأسف. معظم الناس أيها الأحبة يغفلون عن هذا الكرم النبوي العظيم. دعوني أولا أقرأ معكم ماذا قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام، ثم نتأمل هذا الحديث الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث طبعا حديث صحيح، واضح، بسيط جدا. أن تقول بعد الصلاة سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33، المجموع 99، وتتم 100 بعبارة التوحيد الرائعة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، طيب ما هي الفائدة أنا إذا قلت هذا الكلام؟ يعني أنا يمكن أن أقوله خلال مثلا 5 دقائق. طيب كيف ستغفر هذه الذنوب؟ وكيف، يعني أنا أريد أن أقرب معكم الصورة. أيها الأحبة، هناك من الناس من يردد هذه الأذكار من دون أن يفهم، ومثل هذا الإنسان الفائدة تكون قليلة جدا. طبعا القرآن الكريم هو أعلى أنواع الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سماه الله تعالى، سماه بالذكر. هذا القرآن إذا لم تفهمه أجرك سيكون محدودا جدا، لأن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليقرأوا؟ لا. يعني ينظروا؟ لا. قال: ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن القضية تحتاج إلى لب، تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى متفكر، إلى تدبر. فهذه الأدعية النبوية يجب أن نتفكر فيها. ما معنى سبحان الله؟ يعني عندما تكرر وتقول سبحان الله سبحان الله مع كل مرة، أخي الحبيب، يجب أن تلمس معنى جديدا من معاني سبحان الله. التسبيح هو التنزيه والتعظيم. يعني أنت عندما تقول سبحان الله، إنما بمعنى آخر تقول: أنا أنزه الله عن الولد، أنزه الله عن النقص، أنزه الله عن العجز. الله لا يعجز أن يقضي حاجتي، لا يعجز أن يشفيني، لا يعجزه أن يرزقني. هذا معنى سبحان الله. يجب أن ينغرس هذا المعنى في داخلك، وكلما كررت أكثر كلما اكتشفت معاني كثيرة أكثر. كذلك عندما تقول الحمد لله، في قلبك يجب أن ينغرس هذا المعنى. تقول: يا رب أنا أحمدك على البلاء، على المرض، لأنك لا تختار إلا الخير لي. أحمدك على المصيبة، لأنك لا تختار إلا الخير. أحدنا قد يفقد ابنه، قد يفقد أباه أو أخاه، أو زوجة تفقد زوجها أو العكس،
لسان قلبك يقول يا رب لك الحمد، أنت اخترت لهذا الولد أن يموت في هذا التوقيت، وأنا مقتنع بقضائك وأحمدك على ذلك. لا تشكو الله لعباد الله، أنا أحمدك يا رب. هذا الحمد أخي الحبيب هو ليس مجرد ذكر، هو اقتناع، هو تعزيز ثقافة الاقتناع بما قدر الله لنا، لأن المؤمن يرضى بما قسم الله له. بل هناك ركن من أركان الإيمان، تعلمون ما هو أيها الأحبة؟ الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر. أصابك حادث، أصابك مرض، أصابك فاقة، أصابك وباء، أصابك أذى من شخص، ظلم، تعرضت لظلم من أقرب الناس إليك، تقول الحمد لله. هذا الرضا بقضاء الله أخي الحبيب هو علاج الحقيقة لهموم العصر. لأننا نجد اليوم أناسا لديهم المال، لديهم كل شيء، وتجده غير راضي عن حياته. تجد أناسا ينتحرون بسبب عدم الرضا عن الحياة. فعبارة الحمد لله وتكرار هذه العبارة هو نوع من أنواع الرضا، نوع من أنواع السعادة. وكذلك هذه العبارة الحمد لله أيها الأحبة لها ثقل عند الله. فلذلك كلما قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا تجعل لسانك كالببغاء، لا، مع كل مرة تفكر الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. انظر إلى النعم التي أعطاك الله إياها، وانظر إلى من هو دونك، من هو أقل منك في هذه النعم. انظر إلى نعمة السمع والبصر، نعمة الفؤاد، نعمة الصحة. هذه النعم يجب أن تقول الحمد لله وأنت تتذكر نعم الله. لذلك هذا الدعاء هو علاج. طيب، لا إله إلا الله، أنت توحد الله سبحانه وتعالى. عندما تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، حسب النص الحديث الله أكبر. الله أكبر من همومي، الله أكبر من مشاكلي، الله أكبر من هذا الذي يحسدني، أو هذا الذي يؤذيني، أو هذا الذي يمكر بي. فعبارة الله أكبر أخي الحبيب ليست مجرد كلام تقوله، لا، لها معاني عظيمة. لو بقيت تقول الله أكبر حتى تموت، والله في كل مرة تجد معنى جديدا لها لو تفكرت جيدا. لذلك أنا هنا أخي الحبيب أحب أن تتفكر في كل شيء، لأن الإسلام مبني على العقل والتفكر. لا يوجد لدينا مثل بقية الأديان إيمان عشوائي، أو إيمان يعني أن تغلق عقلك وتؤمن، لا، التفكر. ثم تختم هذا الذكر بهذه العبارة الرائعة، عبارة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خمس عناصر. لا إله إلا الله، إذن أنا يجب أن أغرس في داخلي أن هناك إله واحد هو الذي يضر وينفع. لم يضرك فلان أو فلان أو فلان، صدقني الذي يضر وينفع هو الله. هؤلاء الجبابرة، فرعون، هل كان يملك لنفسه ضرا أو نفعا، أو موتا أو حياة أو نشورا؟ ألم يغرق؟ طيب قارون، هامان، أبو لهب، انظروا إلى هؤلاء، هتلر وغيرهم من الجبابرة، ماذا كانت نتيجتهم؟ الموت، انتهى. فإذا أخي الحبيب، الله هو الذي يملك، هو الذي يسيطر، هو الذي يتحكم. فلا يضرك ولا ينفعك إلا الله. هذه قناعة تريح. الإسلام أصلا جاء ليريح الإنسان، ليمنحه الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا؟ ما هي النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة من أين تأتي بها؟ من خلال
التزامك بالصلاة والدعاء والذكر وتدبر القرآن الكريم. وأنا هذا الكلام عن تجربة أقوله لكم أيها الأحبة. فلماذا تترك نفسك لعواصف يعني المشاكل والهموم تعصف بك؟ يجب أن تلتجئ إلى الله وتقول هذه الأذكار أو هذا الذكر بعد كل صلاة، سيمحو الله به كل ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. يعني كم كمية زبد البحر؟ يعني أحدنا حتى لو عمل ما عمل لن تبلغ ذنوبه كأمثال البحر يعني، أو زبد البحر. لذلك عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنت وحدت الله سبحانه وتعالى. المال قد يكون شريك لله، لأن بعض الناس اليوم يهتم بالمال أكثر من اهتمامه بالله سبحانه وتعالى. يهمه المال وتهمه الدنيا أكثر من الله. لذلك أنت عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أنني أعبد الله وأتوجه له فقط هو بالعبادة. اليوم الملحدون في الغرب جعلوا إلههم هو المال، جعلوا شريكا لله هو المال. لذلك أنت عندما تشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن له الملك، هذه الدنيا ليست ملكا لأحد وليس لك ولا لغيرك، هي ملك لله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة تجعلك لا تحزن على الشيء. أخي الحبيب، خسرت في تجارتك، أنت لسان حالك ولسان قلبك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، الملك لله، أعطاني هذا الأمر وأخذه مني، فالملك له أولا وآخرا وله الحمد. الحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن كل النعم من حولك سببها هو الله. حتى عندما يؤدي لك شخص معروفا هو بفضل الله، الله هو الذي ألهمه أن يفعل ذلك، فالحمد كله لله في النتيجة. له الملك، له ملك كل شيء وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أنا أريدك أخي الحبيب أن تغرس وتغرس في أعماقك هذه العبارة، وهو على كل شيء قدير. مهما كانت همومك ومشاكلك، مهما كانت أحزانك، مهما كانت أمراضك، اعلم أن الله قادر على كل شيء. إياك أن تفقد الأمل من الله، إياك أن تثق بعباد الله وتنسى الملك الخالق سبحانه وتعالى. لذلك هذا الذكر أخي الحبيب مهم جدا أن تقوله بعد كل صلاة، ويجب أن تقتنع أن كل ذنوبك قد محيت. يجب أن تقتنع، لأنك ستشعر براحة نفسية غريبة. نحن اليوم الذي يعكر صفاء حياتنا إحساسنا بالذنوب. كثرة الذنوب التي نرتكبها تجعلنا غير السعداء. عندما نستمع إلى آية من القرآن تتحدث عن المتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أحدنا يظن أن هذه الآية تتحدث عن أناس آخرين. لا، هذه الآية تتحدث عنك، ولكن بشرط أن تطبق نصائح النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تقيم الصلاة وبعد كل صلاة تدعو بهذا الدعاء أو تقول هذا الذكر محيط خطايا، فأنت من المتقين إذن، فأنت من هؤلاء الذين وعدهم الله بجنات تجري من تحتها الأنهار. هذه النظرة ضرورية جدا أخي الحبيب، أن تنظر لنفسك، ليس أنك مجرد إنسان يتحرك على هذا الكوكب، لا، يجب أن تنظر لنفسك. طبعا بعد أن تطبق تعاليم النبي تنظر لنفسك أنك أنت من هؤلاء الذين يتحدث عنهم القرآن، من هؤلاء الذين تأتي الملائكة لتبشرهم بجنات النعيم، من هؤلاء الذين سينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة، من هؤلاء الذين سيكونون خالدين في جنات
النعيم في جنات عرضها السماوات والأرض. هذه النظرة لنفسك تجعلك سعيدا وتعطيك قوة تحمل على متاعب الحياة. يعني تخيل إنسان سيربح جائزة مقدارها مثلا $1,000,000 وهو الآن مغرق بالديون، ولكن تأكد أن هذه الجائزة ستأتيه بعد سنة مثلا، سيكون أسعد مما لديه المال مع أنه غارق في الديون ولم يحصل على شيء، وقد يموت قبل أن يحصل على هذه الجائزة. على الرغم من ذلك تجده سعيدا مستبشرا فرحا. فكيف إذا غرست في داخلك أنك ستكون من أصحاب الجنة إن شاء الله، أنك ستكون من هؤلاء المنعمين يوم القيامة، أنك ستكون مع الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ فهذا المعنى الضروري أخي الحبيب، لا أريد أن أطيل عليك، فقط احفظ الدعاء جيدا وهو سهل جدا. أول شيء سبحان الله تقولها 33 مرة، الحمد لله، الله أكبر، كل واحدة 33، ثم تتم 100 بماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتذكر بعد أن تقول هذا الدعاء قول الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي قال، من قال ذلك دبر كل صلاة، أي عقب أو بعد كل صلاة، غفرت ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر خطايانا جميعا، وأن يلهمنا أن نكون في الدنيا ملتزمين بتعاليم حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ويوم القيامة نكون معه إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.